وزارة الصحة. بس لما يبقى الوزارة مسؤوليتها ازاي حضرتك مسؤولية أخلاقية ومهنية، يا فندم حضرتك حماية يعني صحة الصورة الموجودة دي مغيرة؟ بس نسمع بعض بعد إذن حضراتكم عشان نقدر بس نفهم الكلام. يعني الصورة دي مغيرة؟ رد عليا بعد إذن حضرتك. يعني الصورة دي مغيرة؟ يعني البرنامج بيضحك علينا دلوقتي؟ دي بتاعت الشركة. لا لا معلش بعد إذن حضرتك، أنا ما بكذبش هنا على الهوا، دي مش بتاعت الشركة. يا فندم أنا بعتذر بس معلش، يعني حضرتك ما ينفعش تقول اسم المركز حضرتك. طيب أنا زمايلي هيجيبوا لحضرتك اسم المركز، بس ده أحد المراكز الموجودة في الجيزة حضرتك. ماشي. مفيش مركز ده مش تم وقف التوزيع على منافذ الشركة المصرية. يكتب ليه اللي مكتوب ده؟ ده مكتوب في منفذ فرع من فروع الشركة المصرية. احنا مفيش